اليوم رح نحكي عن Gaussian Elimination. Gaussian Elimination هو لو كان عندك linear equations وبدك تلاقي لهم حل تستخدم Gaussian Elimination. هلا بنحكي بالتفصيل ايش linear equation وايش بيعمل Gaussian. linear equation هي على هذا الفور، هذا constant رقم يعني x1 متغير a2 x2 كمل لعند an xn equal c، هاد constant. الفكرة انه كل المتغيرات بتكون بالاس تبعها واحد والمتغيرات عادي ما بتكون اي شيء، فلو بس بدنا نعادل الخطية زي هاي 5 x زائد 5x ممكن نحكي زائد 5 يساوي صفر، ممكن نقول هاي 5 هاي معادلة خطية نفس الفورم. لو بدنا واحدة بس بأكثر من متغير ممكن نحكي مثلا 3x زائد 2y equal 5 و خلينا نسميها x2 بما ان نسميها x2 بس x2 تحت 6x1 زائد 1x2 تساوي 0. هلا هدول بدنا نلاقي x1 x2 يتحققوا المعادلتين بالمدرسة، كنا نحلها بطرح هدف يعني تعويض. هلا الفكرة هون كنا نحلها احنا لحد معادلتين ثلاثة ماكسيموم، الفكرة هون انه كيف بدك تحلها لان معادلة، ممكن يصير الموضوع يخبط شوي، عشان هيك اجت هي Gaussian Elimination. هلا لو بدنا نحل وحدة نكتب وحدة سهلة ونحلها 5x1 زائد x2 مثلا يساوي 6، x1 زائد x2 يساوي 2. فكيف كنا نحلها في المدرسة؟ نضرب هاي بسالب 5، فهاي المعادلة الأولى، هاي المعادلة الثانية، هاي بتصير سالب 5 x1 سالب 5 x2 سالب 10. كنا نجمع هاي مع هاي، فلما نجمعهم كانت تروح هاي مع هاي فبتصير سالب 4 x2 وهاي سالب 4 x2 يساوي 2 x2 يساوي 1. نرجع نعوضها هون بطلع x1 معنا يساوي 1. طيب هلا بدنا نشوف بشكل عام شو الحالات اللي ممكن تطلع معنا. لما نحكي معادلة فيها متغيرين احنا بنحكي عن خط، فشو الكيسز اللي ممكن يطلع معنا؟ هل ممكن يطلع معنا ولا حل؟ بيطلع معنا ولا حل. في حد بيعرف الكيسز؟ ممكن يكون تفضل. No solution. Okay. No solution. يس. هلا هي بتحكي انه في ثلاثة كيسز. بما ان احنا بنحكي عن خطوط خلينا نحكي عن المعادلات اللي فيها بس متغيرين، هي عبارة عن خطوط. فايش هم الكيسز؟ او ايش يعني انك لما الاثنين تلاقي لهم حل؟ يعني هي نقطة التقاطع زي ما حمزة أعطاك بالجيومتري عارف إذا أعطاك. فهذا الخط الأول، هذا الخط الثاني، الحل هو هون. هاي هاي قيمة المتغير الأول وهي قيمة المتغير الثاني. هاد في يونيك سولوشن. طيب هذا سولوشن واحد بيكون. هاي أول كيس. ثاني كيس مين بيقدر يعطيني
واحدة يكون فيها عدد infinite in solution. الخطين فوق بعض بالضبط. هذا الخط الأول والخط الثاني فوقيه. فوين نقطة التقاطع؟ infinite. هلا الكيس الثالثة إنه يكون متوازيين. فهل هم عنهم بتقاطعوا؟ طيب. هدول الثلاثة كيسز بطلعوا معنا. هلا احنا كمان بنلاحظ شغلة واحنا بنحل. إنه في كثير إشارات احنا بنكتبها أو رموز بتضيع وقت. فخلينا نحكي مثلا أنا بكتب على صيغة ثلاث متغيرات A1 X1 زائد A2 X2 زائد A3 X3 تساوي C1. هلا هون B1 X1 B2 X2 B3 X3 C2. اوكي سي اوكي سي عن F1 عشان نسميها سي اوريدي F2 F3 X3 تساوي C. هلا اذا ملاحظين انه لما نحل حنضلنا نكتب X1 وال X2 وال X3 والجمع. فعشان يسهلوا الموضوع حكوا هدول الثابتات بكل خطوات الحل. فاحنا ايش بنعمل؟ نعمل اشي طلعوا بشيء اسمه ماتريكس وهو كان موجود هنا. بس كتبوا الاشياء اللي ما بتنعاد. شو الاشياء اللي ما بتنعاد؟ اللي هم A1 و A2 و A و C. فهون ايش رح نكتب؟ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 L سميناها F F1 F2 F3. هلا هون اللي هو هذا البار بنحط خط. اغلب الناس بتحط خط او هيك متعارف عليه لما يكون في خط. يعني هاي بتكون اسمها augmented matrix. هلا هاي بتمثل هي نفسها هاي بس عشان نكتبوها بهاي الشغله عشان اريح. لانك ما مش كل مره بتكتب الجمع مش كل مرة راح تكتب الـ X1 والـ X2 والـ X3 بدل ما هون ضلك تكتب فيه. خلص معروف انه هذا الخانة للـ X1 هاي الخانة للـ X2 هاي الخانة للـ X3 وهاي الطرف الثاني. مفهوم لحد الآن؟ طيب شو هلا بدنا نتعلم عن ايش اسمه Raw Operations. شو الأشياء اللي مسموح لنا عشان نسويها على Matrix هاي؟ مبدئيا لو ضربت الطرفين بخمسة او بالكونستنت بتأثر ايش على المعادلة؟ المعادلة حضرهم متساوية بما انه هذا متساوي هذا. فلو اثنين ضربتهم بخمسة رح ضربهم بنفس القيمة. معك اول اوبريشن انه تضرب بكونستنت اول اوبريشن ما بتضرب بكونستانت. فممكن اضرب هاي بي سي فبصير ادخل او خلينا نسمي كي. فبقدر بصير ارجع اكتب الماتريكس كي اي كي 2 كي. لقيت اني ضربت هاي بكي. هاي اول اوبريشن. ثاني اوبريشن اني ابدل تو رو. اني امسك هذا احطه تحت وامسك هذا احطه تحت. لو هون بدلنا المعادلتين بفرق شيء؟ لا. فمعنا هاي تاني واحدة. ثالث واحدة اللي عملناها بشوي ضربنا واحد بكونستانت جمعناه للثاني. فا ايش بصير؟ ممكن تضرب هاد بكونستانت وتجمعه لهذا. بتحكي زي هيك سالب مثلا 3 R1 زائد R3. شو يعني هذا؟ تضرب هذا بسالب 3 وتجمعه لهذا. هذا بتغير. طيب كيف بدنا نحل المعادلة؟ طيب
هلا احنا بدنا نوصل لفورم معين بشكل معين، بدنا نوصل هاي الماتريكس بشكل معين، بعدين بصير حلها سهل. فالشكل هذا بسموه ار اي اف رو ايشلون فورم. هلا رو ايشلون فورم له ثلاث شروط. احكي لك ان الرو اوف زيروز لازم يكون، كنا نقول لهم حافي بس يكون ثلاث شروط. اوكي زيرو روز، الروز اللي كلهم زيرو لازم يكونوا تحت. ثاني واحدة اللي هي نعطي مثال ونكمل على الشروط بس عشان حاب توضح الشروط قبل ما انتوا على طول رح تستنتجوها لحالكم. هاي عندي ماتريكس فيها ثلاث متغيرات، واحد واحد صفر، صفر واحد صفر، صفر صفر واحد، هون خمسة، هون ثلاثة، هون المفروض تكون كذلك. اوكي عندنا هاي الماتريكس، هاي اكس 1 هاي اكس 2 هاي اكس 3. لو كان عندها هذا الشكل بسهولة بنطلع الحلول. كيف؟ اخر وحدة نرجع من نطلع من تحت لفوق. اخر وحدة اللي هي هاي هذا السطر ايش بيمثل المعادلة؟ x3 يساوي 5 بالضبط. x3 يساوي 5. هلا نطلع اللي فوقيه، فوقيه ايش يساوي؟ x2 يساوي. نطلع لفوقيه x1 زائد x2 يساوي 2، بس احنا عارفين x1 سالب 1. x1 بيطلع سالب 1. لانك انت عارف اصلا كل على يمينها محسوب، فانت بس بتنقله على الجهه الثانيه سالب 1. فالشرط هو بحكي لك، شايفين هذا اول رقم نان زيرو، هذا بسموه ليدنج 1، هو لازم تخليه 1، رح تسميه ليدنج 1 او ليدنج 1. لازم يكونوا كل اللي تحته الليدنج 1 تبعهم على يمينه. اوكي فهمت كيف؟ اوكي او ليدنج 1 بلو ذا رو، must be null. اوكي must be to the right. ممكن يكون سيف على هي الفكرة انه هذا الليدنج 1 كل اللي تحته الليدنج 1 تبعهم لازم يكونوا بالضبط على اليمين، يعني ما بصير حتى هون. هذا نسميه رو ايشلون فورم. الشرط الثالث ايش في شرط ثالث؟ ايش لازم احسب بالضبط؟ لا الشرط الثالث هو احكي لك لازم يكون اول element دائما 1، انه leading element must be 1. فعنا ثلاث شروط اللي هو leading 1 لازم يكون على شمال كل اللي تحته او كل اللي تحته على يمينه، عشان لما نيجي نعمل انه باد سبستيوشن انه كل انت راح تعتمد على الاشياء اللي يمينك وانت ضامن انهم محسوبين. طيب والليدنج 1
leading element لازم يكون هون. والرو اوف زيروز لو كان في هون ما في يكون تحت. طيب هاي طلعت معنا يونيك سولوشن. طيب هاي بدي اكتب وحده وتحكوا لي ايش هاي. هاي صفر ايش بتتوقع تكون من اي كيس؟ انه ايش في ايش ايش الاولى وايش الثانيه؟ انه ما في حل. ما في. هاي المعادله ايش معناتها؟ صفر يساوي 5. صفر يساوي 5. هل صفر يساوي 5؟ فما في حل. طيب لو عملنا هاي صفر شو صار الوضع؟ صفر يساوي صفر ففي حل. فيش حل يعني فيش تقاطع بين اللاينز؟ لما نحكي فيش حل يعني فيش تقاطع. ممكن تتخيلها على 2D يعني ل 2 element. الثلاثة بيكون أشكالهم زي البلين على 3D بس بعد هيك صعب تتخيلها أصلا. لما تكون صفر إيكوال صفر شو يعني؟ في حل. في تقاطع. في تقاطع. تقاطع واحد. انفينيت. شو هاي المعادلات؟ هاي المعادلات ايش معناتها؟ x1 زائد x2 يساوي 2. x2 يساوي 2 يعني 3. وصفر يساوي صفر. x3 له دخل بالحل. طب لو حطينا x3 equal t اي رقم بدنا اياه اي رقم مش راح يطلع فيه حل يعني دائما راح يطلع جواب x2 x1 x3 فهون في infinite many solution. طيب حتى لو كانت هاي 1 هون راح تكون زائد x3 هلا x3 حطها اي رقم في بالك خطتي اي رقم x2 راح تضلها زي ما هي x1 راح تكون اي 3 x1 راح تكون اللي هي لو نعملها هون بتكون سالب 1 زائد x3 ماينس x3 فايش ما حطيت x3 راح تطلع قيمه ال x1 راح تضل محقق ال فهذا بنسميه فري فاريبل انه ايش ما حطينا قيمته هو ما بيأثر على الحل يعني حيطلع فيها واضح لحد الآن؟ في حدا عنده سؤال؟ بدكم نكتب واحد انفينيتلي من سولوشن طيب x زائد x2 equal 1 2x 1 زائد 2x2 equal to 1 لو تضرب أو مبدئياً تنين نفس المعادلة فهذا infinity من قديش؟ لو مسكت خط ضربته باثنين شو راح يسوي بالخط؟ راح يوسع بس راح يضل نفس الخط فكيف بدل الجهتين نفس المعادلة؟ اضرب الجهتين الاثنين. لو طرحتهم من بعض راح تحصل على زيرو. طيب كيف في انفينيتلي من الشيء؟ لما تكون زي هيك. طيب انا بدي احكي قيمة x1 اعطوني اي قيمة 10 او 5. x1 حطيتها 5 راح تكون هاي 10 ناقص 10 هون سالب 8 2x2 يساوي سالب 8 x2 تساوي سالب 4 هي الفكرة ايش ما حطيت x1 راح تطلع مع قيمة x2 فهون في infinitely many solutions
لا ضل السؤال كيف بدنا نوصل لهذا الفورم؟ عندنا فورم عادي وعندنا هاي الاوبريشنز ما كتبناهم بس حكيناهم اللي هو تضرب بكونستانت تعمل سواب لتوروز وتضرب واحد تضرب هذا الكونستانت وتضيفه لواحد ثاني. طيب في سؤال لهون ولا نبلش امثله؟ هيك ما في سؤال؟ هذا المثال هو 1 1 2 9 2 4 سالب 3 وهو 1 وعندنا 3 6 سالب 5 نحاول نضبط من فوق لتحت. مبدئياً هاي البداية تبعته 1 هذا ضابط. بدنا نضبط اللي تحت. فكيف بدنا نصفر هدول؟ تفضل. 2 و3 طيب خلص. جاوب. اللي فوق نضربه 2 سالب 2 R1 زائد R2. وهون سالب 3 R1. زائد R3. طيب نضرب هاد عم نكتب على خطوة واحدة إذا نضرب صحيح هون كتير حساب هاي مع هاي أول شيء هذا بضربه زي ما هو هذا رح يكون 0 4 ناقص 2 تصير 2 سالب 3 ناقص 4 سالب 7 1 ناقص 18 سالب 17 هذا بيكون 0 6 ناقص 2 4 3 سالب 5 ناقص سالب 6 سالب 11 0 ناقص طيب مبدئيا هاد البداية تبعته 0 1 لا اللي هو هاد اللي فبتقسمه على 2 اقسمه على 2 طيب هذا بدنا نضربه بنص لما اضربه بنص هاي بتصير 1 هاي 7 على 2 هاي 17 هدول الاثنين ظابطين هلا هاد لازم نصفره شو بنعمل؟ نمسكه ونضربه بهاد نعمل سالب 3 R2 زائد R3 هرجع نكتبها هاي رح تضل زي ما هي هاي 0 1 سالب 7 2 سالب 17 على 2 0 0 سالب 11 ضرب هاي نضربها بسالب 3
قديش بتطلع؟ 77 اوكي 77 على 8 استنى لا شغل 21 ونص 21 ونص اه 3 ونص واحد وعشرين اثنين سالب 21 على 2 ناقص 11 تكون وهاي سالب 27 ناقص حدا يحسبها سالب 27 ريحة طيب سالب 7 على 2 3 ونص 17 على 2 8 ونص 3 ونص سالب 7 سالب 11 سالب 3 المفروض هاي سالب 21 ونص لا سوري 10 ونص هتكون نضرب 5 هاي نضربها بسالب 3 سالب 3 يعني 7 11 ونص فرق تطلع نص 10 ونص 10 ونص 3 ونص 10 ونص 10 ونص 3 3 9 زائد نص 3 1 ونص 9 9 9 9 ونص يعني سالب نص يعني سالب نص يس طيب وهاي راح تكون 25 ونص ناقص 27 المفروض 1 ناقص 1 ونص هاي طيب هاي عشان نرجعها واحد شو بنسوي؟ نقسمها على سالب نص فلما نقسمها على سالب نص زي كنا ضربناها بسالب نص فهاي بتصير واحد وهاي لما نضربها بسالب نص بتصير ثلاث لا سالب نص بتصير هاي ثلاثة على اثنين مو سالب نص موجب ضرب اثنين ثلاثة على نص كانت نص ضرب 2 استنى ايش؟ كانت نص لازم تضرب 2 صح اوكي اوكي العكس 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 هاي كانت سالب نص ضربناها بسالب 2 وهاي رح تصير 3 وهاي رح تصير 1 هيك المفروض تضرب فاكس 3 يساوي 3 X2 يساوي سالب 3 ونص قد 3 تضيف على الجهة الثانية قسم 1 ونص 2 بتحسبوا لحالكم.
هلا احنا هاي الحسابات بدنا نعملها بالكمبيوتر لاي ماتريكس، فبدنا طريقة معينة دائما نوصل لهذا الفورم. هلا حسابات هاي مش وقتها خلص، بس هلا بحكي كيف ممكن نوصل. طيب اللي بدنا نعمله بدنا نحاول نظبط صعب شوي واحدة بواحدة. فأنا حكيت بدي أظبط أول لغة، وخلينا نحكي عن الكيس اللي فيها يونيك سولوشن، تمام؟ إنه دائما في يونيك سولوشن. بدي أظبط أول واحدة، إذا كان أول رقم مش 1 فبس بقسمه كله على هذا الرقم فبصير 1. ثاني خطوة أمشي على كل اللي تحته وأطرح هذا الرقم، يعني ناقص هذا الرقم ضرب هذا، ضرب هذا الرقم. هاي هدول تصفى. هلا أنا الفوق خلص ضبط ما عندي فيه، بمسك الثاني وببلش من أول جديد. بمسك هدول بيكونوا صفار، فبمسك هاي إذا كانت مش زيرو مش 1 بقسمها على العدد فبتصير 1. غير هيك بنزل على اللي تحت وبطرحهم منها. طيب نكتب الكود، كان لازم كتبنا الكود اللي محل تحت. طيب فيكتور هاي 2D array of double. طيب نحن اياها تكون n بn، عدد المتغيرات راح يكون n وعدد المعادلات n، بس العرض راح يكون n بلس 1 عشان الكونستانت بارت. ف نعمل نسميها طيب. نمشي على رورو ونظبطه. طيب تخيلوا لو بلشنا وما كان من ليدنج 1 مكانه صح، ان كانت هاي اصلا اوريدي زيرو، فلازم نعمل سواب مع اللي تحت، نجيب واحدة فيها 1 نحطها فوق. فراح ندور على الماكسيمم. لو الابسولوت فاليو تبعت الماتريكس ماكس اي اصغر من الابسولوت فاليو تبعت الماتريكس او جي اوف اي، تمام، نعمل سواب ماتريكس اي مع ماتريكس ماكس. عرفتوا لهون شو عملنا؟ حكينا لو هاي كانت البداية زيرو، لو كانت هون زيرو فالأحسن نعملها سواب وبعدين أخلي هاي 1 سواب مع الها ماكس، مع لو واحدة منهم من زيرو فأنا أخذت الماكس هون. طيب هلا راح أمشي بالعكس من الكونستانت بارت وارجع. حكينا راح اقسمه على اول اليمنت عشان لو كان 1 ما راح تاثر، بس لو كان مش 1 بصير 1. فما ماتريكس اي جي تقسيم ماتريكس اي اي، تمام؟ حتى هاي لحد الاي واضح هيك لحد الآن شو عملنا. لو كانت زيرو بعمل سواب مع إشي نان زيرو، بعدين بقسم كله على أول إليمنت اللي هو IR. تمام، بدي أمشي على كل اللي تحتها اللي هم من عند I plus 1 لحد N، كل المعادلات اللي تحتها. طيب قديش لازم أطرح من هاي المعادلة؟ لازم اطرح اول اليمنت فيها،
او سالب جي اي ضرب ماتريكس اي هاي خلينا هون بدنا نطرح او قديش لازم نطرح هون من هون اللي هو سالب 2 اللي هو سالب اول إليمنت بهاي هو J of I. طيب كنا نسمي هذا الشيء اللي نطرحه بعدين حمشي على كل الرو لو مشيت من عند K قد M قديش لازم أطرح رح أطرح من M J K هزيد أو هي رح أطرح أطرح منها هذا ما تبغيه أوكي من سالب آي سي طيب هو بيخربط شوي عشان في آي جي كي في شيء بس التم هو هذا اللي هو حتى الاثنين لحال اللي هو هذا بمسك الاثنين بمشي على كل هدول وبطرح سالب تم ضرب من هذا اللي هو اللي هو ماتريكس احنا عم نضبط برو اي ماتريكس اي وجي حسب وين احنا واقفين لو كنا واقفين هون رح اطرح سالب او رح اطرح سالب 2 لو كنت واقف هون رح اطرح سالب 4 اوكي اجمع سالب بس هو الضرب صح السالب صح طبعا انه هاي السالب والتم هي اصلا ما فيها سالب طيب المفروض بعد هذا الحكي يطلع معنا رو 10 من فوق نجرب كيف نقرا انبوت رح نقرا ان رح نقرا ان معادله كل معادله تكون في كل معادلة رح تكون في n plus 1 عشان في كل صفة matrix push back لو عملنا Gaussian عليها وطبعنا matrix لازم يطلع معنا بالتوت وعشو طلع في بلد هاي المعادلة هاي الماتريكس 1 1 2 9 4 3 1 3 6 5 0 صحيح نجرب لا لم نطلع اصلا هيدا البطارية مش طالعة معنا تمام فيها اغلاط صح؟ واضح انه فيها اغلاط هلا هي طلعت ريديوست رو عشان فاهم بس كنت اتاكد انه صح او لا طيب عشان نتاكد انه صح او لا انت عم تسوق وين؟ يعني احنا ما بدنا اوكي طلعت معنا ماتريكس غير اللي طلعت معنا ليش؟ في ضد الماكس يس لما نطبع الأجوبة يطلع نفس أجوبة هاي إذا ما طلع نفس الأجوبة اللي ما حسبناهم بس أتليست ممكن نعوضهم بالمعادلات الأصلية ونشوف بيحقق أو لا طيب
فينا نطبع السولوشن ونعمل فيكتور دبل سولوشن عمل كبير وعمل السولوشن بالري سايز. طيب هبلش من اخر من اخر الماتريكس والوان راح يكون اوكي. هبلش من عند مفروض اي بلس 1 لحد هلا. السولوشن مبدئيا هو انا بدي اعتبره اللي هو اخر اليمنت اللي هو n بالظبط. انا انا اعتبر السولوشن هاد بعدين ارجع هون واطرح هدول. السولوشن اوف اي تكون ماينس ماتريكس جي ماتريكس اي اوف جي ناقص ضرب سولوشن اوف جي. واضح ايش اللي عملته؟ اعتبرت هذا السولوشن بعدين رجعت رجوع اعتبره انه هاي 1 بحكي هذا انقره انه اضربه بالجواب وانقره على الجهه الثانيه عشان هيك ضربته بسالب. يعني زي هذا ضربته مثلا 3 ونقلته هون زي كاني لو كانت هاي قيمتها 3 جواب فهي سالب 15 زي كاني زادت 15 هون. المفروض الجواب يكون مخزن بالسلوك. نجرب اي مش عارف. اوكي اوكي يس يس طيب الاجوبه اللي طلعوا معنا جميل عشان يكون بشكل اوضح. طيب طلع معنا x1 equal 1 x2 equal 2 x3 equal 2. بدنا نشوف هذا الحكي صح ولا لا. ممتاز. في حدا مجرب معنا؟ فين نجرب؟ x1 1 x2 2 x3 3. اوكي لو نجربها على هاي هي 1 زائد 2 زائد 2 ضرب 3 اللي هو 9 صح. 2 2 هاي 2 زائد 8 2 زائد 8 10 ناقص 9 1 3 زائد 12 ناقص 15 صفر هو طلع صح. طيب نرجع الكود نتأكد فهمونه. هو عنا هذا الجزء عشان نطلع الحل تخنك عن الجزء اللي فوق هو يمكن اللي خربط. احنا انت بدك تظبط رو رو فكيف بدك تظبطه؟ اول شيء لو كان هذا المكان ما فيه 1 بس جيب اي شيء لو كان فيه 0 جيب اي شيء فيه 1 واعمل له swap. انا كمان حكيت لكم شرط انه دائما ما راح يطلع معك رو 0. بعد هيك اقسمه على هذا المكان فبصير فيه 1 بعدين اطرح كل اللي تحته من اللي فوق. ثلاث خطوات وأعيد هذا الحكي على الثاني وعلى الثالث فتطلع بالرو اشهر اللي هي هاي البلاط. في اسئله؟ اه ما راح اعمل هاندل لو كان في رو بس يطلع غلط. راح نحكي عنه
بما انك حكيت شغله طرقات بس مشان تطلع كل الماتريكس تكتبها بعدين تعمل شو بدك ترتب الدورو بعدين تعمل بعدين بعمل ايش؟ بعدين تعمل بقص تقسم تدرس كذا ليش؟ ايش قصدك ارتبهم؟ يعني هسه هون انت مثلا بتشوف اول دو مع ثاني دو بعدين بتصير تحكي انه اول اليمنت بالدو الثاني صار يعني تضرب اول اليمنت بالدو الثاني بس yes. بعدين بتصير تحمل الاول لا هو انا بمسك رو بشوفه مع الباقي يعني بمسك هاد بظبطه مع كل اللي تحت انه هاي الكود او شو بدور على الماكسيمم الموجود بهاي الثانيه وبعدين بطرح الكل منهم فبصير انه هون في اول شيء بحط ريبر زيرو بقسمه عليه بصير 1 بعدين بطرح كل اللي تحت من فوق فبصير كل اللي تحتيك زيرو طيب ما ليه بحاجه انت تجمع ار مثلا في هاي الحاله عشان تخلي الرو الثاني اول عنصر زيرو بالاثنين ليه بس ما نقصر اثنين من كلهم ليش بجمع ليش بضربه بار 1 بالكوري يعني الواحد الأولى بدك تنقصها اثنين بس هتصير هي زيرو بقي بنقص منهم اثنين انت اللي بتحكيه يعني يمكن اللي هو اثنين اكس 1 زائد 4 اكس 2 سالب 3 اكس 3 يساوي 1 ايش اللي بدك تعمل؟ مش هالمعادلة على الماتريكس اوكي روحيا نفسها اوكي قصدي انه انقص اثنين من كل ال او اقسم على اثنين في الحاله تقسم على اثنين اوكي تقسم على اثنين صفيت واحد بعد الواحد بدك تطرحها من اللي فوق yes. يعني انت ممكن تقسمها على هاي وتطرحها من اللي فوق على طيب بما انه كان شغلة الرو زيرو بدنا نعرف متى بيطلع معنا رو زيرو رو زيرو بيطلع لما يكون في وحدة عم تنجاب بلينير كومبينيشن من الثانية كيف يعني؟ خلينا نبلش بمثال بسيط هذا الخط 2x1 زائد 2x2 يساوي 2x1 زائد x2 يساوي 1 هلا مبدئيا هاي نفس هاي نفسها بس انه اضرب هاي ب 2 بتصير هي هلا هون الموضوع بصير اعقد متى لما يصير في اكثر من فيكتور مثلا هون بدي واحد تنين كومبينيشن الاثنين اوكي مثلا هاي المعادله اللي هي 7 x1 زائد 5 x2 equal 3 مبدئيا هاي رح تكون row of zeros وكتبنا هاد مع هدول رح يطلع row of zeros ليش؟ عشان هاي هي مجموع هاي وهاي فهل هاي لها معنى؟ لا ما لهاش معنى لانها بتنجاب من الثانيين لو بشكل عام هذا الرو الأول هذا الرو الثاني هذا الرو الثالث وهي A B C هاي تنكي يو هلا يو بيكون ما له معنى لو قدرت تحط ثوابت معينه A B C وتجيب يو لانك قدرت تحصل عليه من التانية طيب هذا لو حكينا من ناحيه ماث بحت حتى لو من ناحيه ماث بحت تحكي انه هدول اندبندنت لو كانوا في طريقة واحدة انك
تجيب رو كله زيرو. ايش هو الطريقه الوحده؟ انك تحط اي بي سي ايكوال زيرو وحطيتهم كلهم زيرو بيطلع زيرو. لو في اكثر من طريقه فراح يطلع معك رو زيرو. طيب شو معنى شو معنى فيجوال؟ انه من ناحيه نظريه متذكرين الجيومتري كان زاغا اتوقع شرح من الفيكتورز، كان يحكي لكم الفيكتور هو زي عباره عن نقطه. طيب هذا الفيكتور لو بدي اخذ اللينير كومبينيشنز تبعونه، شو الاشياء اللي بقدر اجيبها؟ شو كل الفيكتورز اللي بقدر اجيبها؟ انه يا اضلني اكبر بالفيكتور يا اني اضربه بسالب وانزل زي هيك. طيب لو كان عندي اثنين بقدر اجيب اي فيكتور ثالث موجود على هذا البلاير. يعني لو بدي هذا بي 1 هذا بي 2 بقدر، لو عندك اي بي 3 بدك اياها بالحياه تقدر تجيبه من هذا وهذا. هذا تضربه بثاء بي اي وهذا تضربه بي وتجمعهم مع بعض بيطلع معك بي. فاحنا متى بنحكي اندبندنت؟ انه لما ما في واحد بنجاب من الثاني. هلا هون بي 3 صار ديبندنت، هاي كلها انه بي 3 بنجاب من بي 1 وبي 2 المعادلات بمتغيرين، ف 100% راح يطلع عندي رو اوف زيروز. لو كان عندي 10 معادلات وثلاث متغيرات كم اقل عدد رو اوف زيروز ممكن يطلع؟ 10 معادلات وثلاث متغيرات اقل عدد رو اوف زيروز. 7. هلا اكثر شيء 10 اكثر شيء 9 من كل المعادلات زي بعض، فهي واحدة منهم مهمة انه واحدة بتجيب الباقي. لو كانوا كلهم نفس المعادلة بس اضربها بمتغير. هلا لو كان في ثلاث متغيرات و10 معادلات في تقريبا 3 مهمين. ليش في 3 مهمين؟ احنا نسميهم بيسكس على الاغلب، بس هو مشكلة انه لو بدي اتعمق راح ادخل باللينير الجبرا وهذا بيخلصش. بس لو عندك 3D او خلينا نحكي على 2D، شو هم الفكتورين اللي بيجيبوا كل شيء؟ اللي هو 0 1 1 0. اعطوني اي فيكتور بدكم اياه. 5 3 هو انك تضرب هاد بخمسة وهاد بثلاث وتزيدوا مع بعض، مش بعطيك هاد؟ طيب اللي 3D راح يكون ايش هم؟ 0 0 1 0 1 0 1 0 0. في فيكتورز ثانيين بعطوك، يعني بعطوك نفس الشيء. يعني لو حكيت هاي اثنين ما راح يفرق. انه بالاخر مثلا كنت اضربها بعدد، خلينا نحكي هو بي، خلص بصير اضربها ببي على اثنين. صفت نفس الشيء. فاحنا بنحكي اندبندنت لو هم ما بعطوا هم ما انه ما بتكون من بعض. من لينير كومبينيشن من بعض. او الحل الوحيد لهاي المعادلة هي A و B C equal zero. بس هو انت قلت اقل عدد من المعادلات اللي بتكون equal zero. لازم تكون 7 اقل عدد منهم. يس. ليش؟ لانه تخيل انك انت لقيت ثلاثة مهمات. فسبعة رح تكون 100% انك تقدر تتكونها من الثلاثة المهمات. ممكن يكون اكثر. انه ما تلاقي غير واحدة منهم. على 2D كم فيكتور احنا محتاجين؟ كم اقل عدد فيكتورز محتاجين عشان نمثل كل شيء؟ 2. 3D 3. 4D 4. 5D 5. لو كان عندنا n variable بدنا n فيكتور. طيب.
احنا جبنا الثلاثة كمان. لو كملت هلا في شيء اسمه reduced row RREF reduced row echelon form، انك تكمل لحد ما توصلها لهذا الشكل 1 0 0 0 1 0 0 0 1. شوف كيف ممكن نكمل. طيب. أنا لو أطفي الضوء بكون أحسن. طيب. كيف ممكن نحصل على reduced row echelon form؟ لو ضربت اللي تحت بسالب 3 6 7 وجمعتها للثانية مش هتصير 1 1. اوكي لازم نخلص من الترم الاخير كونستنت بار نعتبره زيرو. احنا بدنا نطلع بس حل هاي، خلينا نطبعها بدون اخر واحد. وين اوكي هلا انا هاي بدي اوصلها للريديوست رو اشنال فورم، انه ال1 يكون الوحيد هو 1 بالكولوم وبالرو. فلو ضربت اللي تحت ب 3.67 وجمعته للثاني فمش رح يصير الثاني 0 1 0. طيب الثالث الاول بدي اضرب الاخير ب 1.67 واضيفه اليه فبصير عندي 1 2 0، والثاني بضربه باثنين سالب 2 وبجمعه فبصير عندي 1 0 1 1 0. هيطلع معي هذا الشكل اللي هو البيسس فيكتور. اصلا لما تعمل على هذا الشكل بتكون جاهزه، اكس 3 يساوي كذا، اكس 2 على السريع اكس 1، حتى ما في باد سبستيوشن. طيب هلا راح نبلش بسؤال اذا ما في اسئله. نبلش سؤال واحد. شو الكومبلكسيتي تبعها؟ سؤال ممتاز. شو الكومبلكسيتي؟ اي ان تربيع بس مش أسوأ شيء، هاي هدول أسوأ شيء. هاي اللوب، هاي اللوب، هاي اللوب جوا بعض. وصلنا نحكي عن انتكلم